السلام عليكم، كيف تبقى؟ مزيانين لاباس عليكم؟ كنتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير. والفيديو ديال اليوم كيف ما عودتكم كنعطيكم مواصفات اللي انا كنجربها وكنجبر عليها وافكار اللي انا كنجرب بطبيعه الحال. والفيديو ديال اليوم غادي يكون على المشكل ديال التجاعيد والمشكل ديال لي بوان نوار اللي كيكونوا عندنا هنا، الرؤوس السوداء ولا الرؤوس البيضاء اللي كتكون عندنا. وفي بلاصه انا غنستعملوا هذا الماسك هذا الكحل، كاينه وصفه اللي هي سهله بزاف وبسيطه عند اي واحد غادي يعملها، وغير ما تبخلوش ما تعكزوش على الوصفات الطبيعيه. وقبل ما نبدا الوصفه ديال اليوم بطبيعه الحال كيف ما انا ما كنبخلش عليكم، ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه، ضغطوا على الزر الاحمر الا كان باقي احمر ورجعوه بيض، وطبيعه الحال فعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. واول حاجه قبل ما نبداو اي وصفه طبيعيه دائما كننظفوا الوجه ديالنا بالغسول اليومي اللي كنستعملوا في الصباح ولا بالليل. وعاد كنبداو الوصفه ديالنا، نبداو على بركه الله. انا فزكت وجهي بشويه ديال الماء. وبالنسبه للغسول انا كنستعمل هذا الغسول هذا دابا حاليا. انا الغسول كنبدلو كل مره شنو كنستعمل حسب البشره ديالي في الحاله ديالها. دابا كنشوف داك نضري شويه ديال الحبيبات في الوجه ديالي، هذاك الشيء كنستعمل هذا الغسول هذا. هذا خاص الناس اللي عندهم بشره دهنيه، هو صراحه جميع انواع البشره، ولكن البشره الدهنيه بزاف اللي عندهم الحبوب بزاف 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 كيساعدهم انهم يتخلصوا من الحبوب. هذا مكون من مواد طبيعيه 100%، ومكون من الفحم، يعني المكون الاساسي ديالو الرئيسي هو الفحم. نفس الوجه ديالي بالغسول ديالي غنبدا الوصفه. الوصفه مكونه من بياض البيض، من بياض ديال البيضه، معروف البيض ديال البيضه، يعني البيض بين مكون من البروتينات، والبروتينات فيها كتحفزنا ماده الكولاجين في البشره ديالنا. ماده الكولاجين هي اللي كتخلي، الا مشات ماده الكولاجين هي اللي كتخلي البشره ديالنا كينوضوا فيها داك التجاعيد، وكتشحب وكتهبط وكتدلى وكتنوض ان الشيخوخه المبكره، وكيبانوا التجاعيد في البشره ديالنا. لذلك غادي نعملوا وصفه مكونه من بياض البيض، ولكن ماشي غادي نشبروها وغندهنوها، غادي نعملوها بواحد الطريقه اللي هي خاصه، وهذيك الطريقه هي اللي كتخلي لنا ان لي بوين كيزولوا، او ميم طون كتحفز الكولاجين في البشره ديالنا، وكتجبدنا الوجه ديالنا، وكتحارب التجاعيد بصفه نهائيه. اول حاجه غنحتاجو الشيته تكون منظفه نقيه، يعني الشيته ما كتعملش بها مكياج، ما كتخدموش بها المكياج ولا الفوندوتان ولا اي حاجه عندها علاقه بالمكياج، تكون شيته نقيه. ولا الا كنتو ديجا استعملتوها غسلوها مزيان وتقدروا تستعملوها. ثاني حاجه غنستعملو مناديل ورقيه، انا قطعتها على حساب الوجه باش كتجيني سهله انني نستعملها في الوجه ديالي. يعني مناديل ورقيه ما غتقطعش يعني غير وحده وحده وحده، غتقطع بزاف لان نوريكم كيفاش غنعملوها. المهم نبداو. اول حاجه كنعملوها كنبداو نعملو البياض في الوجه ديالنا بهذه الطريقه. كنعملو طبقة ديال المفروض ملي كتعملو هاد العملية هادي ما خصكوش تهضرو، لأن إلا هضرتو الوجه كيعمل كيبقى على حسب الحركات اللي نتوما عملتو، يعني نفس الوجه يبقى مجبد، يعني ما تهضروش نهائيا يعني.
انا غنحاول ما نهضرش. غادي نزيدو طبقة اخرى. طبقة ثانية. طبقة ثالثة. غادي نعملو ثلاثة ديال الطبقات، ثلاثة ديال الطبقات الاخر اللي غادي تكملوها بالبيض، غتبين الوجه ديالكم كامل وغتخليوه لمدة 10 ديال الدقائق حتى 15 دقيقة ونرجعو. الطريقه كيفاش كنزولوه بطبيعه الحال حتى كينشف مزيان داك البيض، يعني كنحسوا بداك المناديل ناشفه بزاف ومزيره على الوجه ديالكم. تقريبا 4 ساعه ديال المكانه، ديك الساعات كنقلعوا بحال اللي شفتوا، وحتى لي بوان كيزولوا معاه كاع لي بوان اللي عندنا هنا، سواء هادو لي بوان نواغ اللي كيكونوا هنا، سواء داك النقاطي البويض اللي كيكونوا في هاد البلاصه هادي كيف ما كتشوفوا.
ما بقاوش لي بوان نهائيا، وكتحس بوجهك مشبت وكتحس بوجهك رطاب. والصراحه هذا غذاء مهم للبشره ديالنا، كنغدوها بالبروتينات وبالكولاجين. هذا الماسك واعر بزاف، وكنتمنى انكم تجربوه، وكتحس بالبشره ديالك صراحه مجبده ورطبه وكتحس بها نقيه. من مور هذا الماسك هذا، عملوا كريم ديالكم عادي، كريم دو جور ولا كريم ايدغاتون، اي كريمه كتستعملوها ولا شي زيت مرطب للوجه ديالكم. وما تنساوش تشكروني ودعموني بالاشتراك وتفعلوا الجرس وباللايك. شكرا بزاف، باي باي.